السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم بهذا الفيديو من جديد. واسمحوا لي اني غبرت عليكم السمانه اللي فاتت وما حطيتش فيديو، كان عندي ظروف. بتمنى تراعوا الظروف اللي كانت عندي، كان بغيكم بزاف. ما تنسى تخلي لي اشتراك وكومنتير ولايك قبل ما نبدا في الفيديو عشان نكمل مع بعض دائما. حاجة تانية، الفكرة تاعت الفيديو اليوم هنزل على الشارع واقول للناس انا محتاج، وممكن اروح كمان عند اصحاب المطاعم والمحلات الاحوان داكشي واقول لهم الاخوان تعاونوا معي، واشوف ردة فعل المغرب لما يكون فلسطيني محتاج في المغرب. انا عارف ايش هتكون ردة الفعل. قبل ما نبدأ في الفيديو اسمحوا لي تعطلت عليكم في الهضرة، غادي جبت ليكم واحد الحاجة واعرة. كل دراري اللي بغوا يخدموا في يوتيوب وباقي عندهم مشكلة في السوايع وفي المشتركين، جبت لكم موقع غيلب ليكم هاد الطلبات كاملة. عدد مشترك اللي بغيهم غيجيبهم ليك، عدد ساعات اللي بغيهم غيجيبهم ليك. خلينا نمشي نشوف شارع سريع عن الموقع، بعديها نمشي للفيديو. السلام عليكم وما تغيبوا. السلام عليكم، غتكتبوا التطبيق بحال ما هكاك، غتخرج لكم الصفحة، غتجي بحال ما هكاك الصفحة، غتجي في واحد لعيبة سميتها حساب جديد، غتضغط عليها هتخرج لك هاد الصفحة كاملة. هتعمر بياناتك اللي معروف، البيانات اللي غتحطها هنا، الاسم كامل، بريد الكتروني، كلمة سر، بتأكد كلمة سر، هاد الديال انا لست روبوت كتورك عليها، بعديها بتحط انشاء حساب، تمام. حتخرج لكم صفحة بحال هادي مراها، غتجي هنا، غتجي على شي لعيبة هنا تسميتها شحن رصيد، كتورك عليها، كتخرج لك هادي، حتحط المبلغ اللي انت باغي تشحنه في التطبيق شحال ما بغيتي. بعديها عندك بلاي بال، عندك ريد كارد، عندك الشحن عبر الواتساب، تصل عليهم بيجيك رقم، تحكي معاه بتقوله قديش بدك تحط المبلغ، وهو بحط لك المبلغ اللي انت بغيته في التطبيق. بعدها زيك انقول لكم كيفاش حتجي الطلب، حتحط طلب جديد نفس القائمة هذيك، حتختار الطلب بمشتركين، ساعات، لايكات، تعليقات، مشاهدات، اي حاجة بغيتها بتحطها هنا. بعدها بتوصف الخدمة اللي بدك اياها، وبتحط الرابط على القناة تاعتك، بتحط العدد تاع المشترك اللي بغيته والساعات، وحيطلع لك الثمن تلقائي. بعدها بتحط تأكيد للطلب اللي عملته. والمهم التطبيق حشر على كل شيء في هذه الصفحة، هتلاقي كل الأشياء اللي بدك اياها، تذاكر، شحن رصيد، الأشياء هذيك. خويا وقت دقيقة عفاك. السلام عليكم. السلام. كيف صحتك؟ لاباس. كل شيء تمام؟ اه. اسمع، واقف عليك في شغلة إذا كان ممكن. مرحبا. شوية متضايق بفلوس الكرا وهكاك ومش شغال. أنت مش من المغرب؟ لا لا مش مغرب أنا. أنا من فلسطين. ناس فلسطين ناس حلوة. الله يسعدك. و شحال خاصك باش تخلص الكراه؟ تقريبا شي 600 درهم خاصاني. 600 درهم؟ اه. دابا حاليا انا ماهيش معايا 600 درهم. اوكي نعاونك بشي حاجة و الله يحفظك. ومن بعدين نعطيك النيميرو التليفون ديالي وانت تعيط ليا. الله يحفظك. وقت اللي احتاجيتي شي حاجة عيط ليا. الله يحفظك خويا، الله يعطيك الصحة، شكرا بزاف والله. احنا نحب ناس فلسطين وناس غزة و الله يحفظك. انا من غزه. مرحبا. الله يحفظك. دابا باش جيتي للمغرب؟ دابا هادي يلا 3 سنين دابا. اه كيفاش خليتي فلسطين؟ شويه مكرفسين مساكن. مازال كاين صداع تما. اه كاين مساكن. المهم خويا انا نعاونك بشي حاجه يقدرني عليها الله، بعدين نعطيك النيميرو التليفون ديالي، ووقت ما احتاجيتي شي حاجه عيط ليا واخا. الله يحفظك. يلا. الله يحفظك. ولكن بلاتي 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 ضب هاد الشيء. اشنو؟ كتب لك واحد الكاميرا في الطوموبيل. اه كندير كاميرا خفيه يعني. اه دير كاميرا خفيه. مرحبا. شوف انا ما خاصني حتى حاجه. بالعكس ناس المغرب ناس الكرم، من اليوم جيت على المغرب الحمد لله ما خاصني حتى حاجه، واي واحد بجرد انه يعرف انه فلسطيني بتحسه يا زلمه بده يعطيك عينيه، يقول لك هيك عينيه يوديهم. مرحبا. ناس فلسطين خوتنا وحبابنا وعزيزين علينا ومكرمات، نمشيو والله العادي مكرمات، نمشيو احنا نجاهدوا في سبيل الله من اجل فلسطين. الله يحفظك خويا، يعطيك الصحة، اسمح لي بزاف. انت في بلدك هاني تدوز معنا؟ ماشي مشكل. مرحبا. الله يحفظك خويا، يعطيك الصحة، شكرا بزاف. شكرا. شوف اسمع، انا راح اشمام منك. اش خاصك خويا؟ صايب لي شي كسكروت ولكني ما عنديش فلوس دابا. مرحبا بك خويا. الله ودي مرحبا. الله يعطيك الصحة. مرحبا فلسطيني ديالنا خويا وحبيبنا. مرحبا بك اخويا. الله يحفظك ليا. طون ولا فروماج دوب الفروماج بحال. صايب كل شيء اي حاجة. الله يحفظك. الله ودي اخويا. مزيان امور العائلة كلشي بخير. الله يحفظك خويا، الله يعطيك الصحة. الله ودي. وشوف اجي نقول لك. اجي نقول لك.
ايش قرب لي اخويا. شوف ديك الطوموبيل كان فيه واحد كاميرا شاق. انا داير على تجربه اجتماعيه مع الناس. راه غتصيب ديك السكروت ولا غنخلصك فيه. راه داير كاميرا كاين. واش مرحبا بك شمن غتخلصني؟ والله ما نتخلص من عندك في هذا الساندويتش. تمر ساندويتش شحال داير؟ مليون. لا لا شوف ومرحبا بك والله الا غتاخذ هذا الساندويتش فابور. لا لا ما بغيتي خويا مرحبا بك. وراه داير على كاميرا كاين شتي مالك؟ هو الفلسطيني خوك راه رجاوي. العز اخبار فراسك. الله يحفظك. مرحبا بك اخويا. الله يحفظك. مسكين. دير كل شيء ولكن شوف راه غنخلصك. لا والله ما شوف لك شي تخلصني خليني نحطو هنا. لا لا صافي سير سير. مرحبا ها هو تبريس اخويا. الله ودي اخويا. الله يعطيك الصحة. فلسطيني خوتنا وحبابنا. اجي اجي اجي. ملي عرفتي بان الكاميرا كاينه بغيتك تقول شي كلمه للناس فلسطين. اخويا اش نقول لك؟ الناس فلسطين اهل الكرم اهل المحبه اهل العلم. دوك الناس ما نقولش نقارضوا، هذوك الناس عندنا في القلب عمرهم ينقارضوا في قلبنا فلسطين وكنموتوا عليها وكنحبوها بحال اللي كنحبوا والدينا وبحال اللي كنحبوا الرسول عليه الصلاه والسلام. الله يحفظ اخويا. الله ودي فلسطين فوق راسنا اخويا. حنا ما قرناش جينا شي ورقه نمشيو نجاهدوا في سبيل الله مع فلسطين. الله يحفظك يا خويا. مرحبا والله. بالعكس ما تقولش هكا، انت في المغرب، انت في المغرب، انت في بلادك، ماشي نقول لك بلادك الثاني، انت في بلادك. حنا بحال فلسطين بحال المغرب نفس القلب. اكيد عندنا نفس القلب اخويا. اكيد اخويا الله. شوف وديما راجع ضرب انا اخويا. مرحبا بك. الله يحفظ اخويا. مرحبا تبغي شي مناده كل شيء كاين وقت ما بغيتي تجي. مرحبا بك والله. الله يعطيك الصحة. والله العظيم خويا مرحبا بك. اخويا الساندويتش ديالك الله يرحمك. الله يعطيك الصحة. ولكن شوف الاسلام لما تخلص. وانت سير بحالاتك وسير بحالاتك. هو دابا انت جيتي لي زوين غنبداو نخيامو. سير اخويا بالصحة والراحة. الله يحفظك اخويا. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. واحد مول الموتور جاي هو على رجلي. شوف شوف معاه حتى هو شوف غايقول لك. سير سير. راه مول الموتور صاحبي راه عسير عسير. شوف انت مالك حتى حنا غنجرب. وقفي وقفي يا محمود. السلام عليكم خويا. مرحبا كدير؟ لحظتك كل شيء مزيان؟ الحمد لله. كيف تعود؟ اللهم أكبر. كيف صحتك؟ كل شيء وداك؟ اللهم أكبر. شوف اسمع شوية ضايقت مع الكورونا والأزمة هذه. أخ سوري فلسطيني. فلسطيني. مرحبا بك بلاد المغرب. وخلص علي شي حاجة باش نكمل فلوسك راه زجت على خاطرك. أنت ساكن هنا؟ آه. وشوف كاين المشكل؟ عندي مشكل ما كملتش فلوسك اللي راه باقي كيتسالني السيد مصاري وقال لي هذا الشهر حجر عليك من الدار. وانا عارف الوضعية ما مساعداش ولكن لأي حاجة زاش. الحمد لله مستورة والله العظيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد احنا لله. اخوة بعضياتنا. الله يحفظك. ماشي مشكل اللي عندي نقسمه مع اخوي ما كاين حتى شي مشكل. وحتى الا عندك مشكل كاع في السكن نقدروا نشوفوك شي بويات على قداك ولا هادي نقدروا نشوفوا الناس كاع اللي ما عندكش. والله يا ريت يا ريت تشوف لي شي واحد. ما كاين حتى شي مشكل. الدنيا هانية. الله عندك نيميرو التليفون ديالك و بغيتي شي مساعدة دابا اللي نقدر نديرها مع خويا ما عنديش. من الأحسن من الأحسن. أشنو خصك فلوس؟ شحال تقريبا غادي خصك؟ هو فلوس الشهر دابا لازم نخلص 700 درهم. أنا متأجر بيت فإذا أي حاجة ممكن تساعدني فيها كمل. يعني أنت ما عندك فيها والو؟ ما عندي حتى حاجة. نقدر نتعاون مع خويا من اللي حسيتيني ما نقدرش نقول لك حتى شي حاجة. واسمح لنا بزاف والله. حتى شي مشكل حنا خوت ما قدرت أنا نطيح في هذا الموقف هذا. ونبغيت أنا اللي يساعدني فهمت؟ وربي تسافد شي لشي. الله يحفظك الحبيب. همي أسان درهم سر. الله يحفظك. الله يعطيك الصحة. لو كان كسر نعطي خويا كسر. الله يحفظك. شكرا بزاف والله. شكرا خويا. احنا إخوة. شكرا. الله يحفظك الحبيب. الله يعطيك الصحة. لو كان ندي أنا البيت ديالي وهادي وعندي في نديرك نقدر نسكنك معايا ما عنديش مشكل. ولكن اسمح لي. الحمد لله. الحمد لله مستورة. الله ييسر ليك. شد هاد الفلوس ما باغي حتى حاجة. انا داير كاميرا خفيه وكنسول المغاربه حتى تعرفهم ناس الكرم وناس الاخلاق وما يبخلوا حتى واحد. جيت قصدتك وعارفك واخا جار موتور واخا تكون التجار تاع كاسكار كلشي بحال بحال. انا النيه ديالي صادقه بانني عطيتك شي هديه. الله يحفظك. الله يعطيك الصحه. يعني انت جيتيني وقلت لي انا مزير وهادي وما عنديش فلوس كرام.
انا بالنيه ديالي انا بغيتك وانت مول النيه. راه الكاميرا في الطوموبيل، راه كيصور بالتليفون دري، واسمح لنا بزاف. شكرا. اسمح لنا بزاف، الله يحفظك. ما كاين حتى شي مشكل اخي. وهذيك 200 درهم واش تك رديتيها؟ قلت لي يا خويا. الله يحفظك الحبيب. الله يعطيك الصحة. بالعكس بالعكس، الله يحفظك. شكرا بزاف. الله يوفقك. شكرا بزاف. مرحبا بكم في بلاد المغرب. الله يعطيك الصحة، الله يحفظك خويا. شكرا، الله يحفظك. الله يحفظك. كيف ما شفت ردة فعل المغاربة؟ ناس الكرم يا عمي، الدار الكبيرة هذه. الدار الكبيرة. واي مغرب تقف عليه، حتى لو مش فلسطيني، حتى لو مغربي، حتى لو اي جنسيه في العالم، توقف على مغرب وتقول له انا محتاج تثقوا بيا، اذا كان عنده والله ما غيبخل عليك. اذا وصلت لهذه النقطه ما تنسى تخلي اشتراك زوين وتخليكم منطير زوين اكثر، وتخلي احسن لايك في القناه لحتى نوصل لبعيد كامل مع بعض. السلام عليكم ونشوفكم فيديو جديد.